نحن الآن في المسجد العمري الكبير في قطاع غزة في دولة فلسطين. هذا المسجد الذي يعتبر أثراً مميزاً ومميزاً في قطاع غزة، فهو مميز لأنه له حقبة طويلة وعمر مديد، حتى تحول هذا المسجد من معبد لعباد الشمس ثم إلى كنيسة ثم إلى مسجد. ومميز لمدينة غزة حيث أنه إذا ذكرت مدينة غزة لابد أن يذكر فيها المسجد العمري الكبير. طبعا نحن نعيش في رحاب هذا المسجد المبارك، المسجد العمري التاريخي العريق، وهو ثاني مسجد مساحة بعد المسجد الأقصى المبارك. المسجد العمري يعتبر من الصروح القديمة في فلسطين بل في العالم كله. بني معبد وثني قبل 3700 سنة تقريبا وسط مدينة غزة، سمي بمعبد الإله مارنا رب الأرباب. فرعون مصري كان اسمه راع، كان يعتبر نفسه إله الشمس، بنى هذا المعبد لعبادة الشمس، ولكن دمر هذا المعبد بعوامل الزلازل والأمطار والحروب. مع بداية الفتوحات الإسلامية الأولى وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أرسل القائد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لفتح بلاد الشام مرورا بفلسطين ومدينة غزة. أمر أيضا سيدنا عمر بن الخطاب القائد عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه ببناء مسجد بالقرب من كل كنيسة. عند عودة سيدنا عمرو بن العاص إلى مدينة غزة وجد أن العدد الأكبر من سكان مدينة غزة أصبحوا مسلمين بعد أن كانوا نصارى أو مسيحيين أو صليبيين. طلبوا من سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بناء المسجد مكان الكنيسة، لم يقبل بالقوة بناء على أحد بنود العهد العمرية: لا نأخذ كنائسكم بالقوة، لا تأخذوا مساجدنا بالقوة، لكم الأمان وعليكم دفع الجزية. من هنا تم الاتفاق ما بين العدد الأكبر من المسلمين مع العدد الأقل من النصارى، أخذ المسلمون مكان الأكبر باتفاق، أكرر باتفاق، وأعطي للنصارى مكان خارج المسجد في أول حي الزيتون. بنيت كنيسة هناك وسميت أيضا بكنيسة بيرفيروس على اسم الكنيسة الأولى، ما زالت موجودة حتى الآن وهي تابعة لطائفة الروم الأرثوذكس. المسجد العمري كما تعلمون أنه له تاريخ عريق، يعني حقبة من الزمان. كما نعلم أن هذا المسجد المبارك قبل أن يكون مسجدا كان معبدا لعبادة الشمس، ثم تحول إلى كنيسة طبعا للديانة النصرانية، ثم بمجيء الفتوحات الإسلامية وبمجيء الخليفة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت الفتوحات الإسلامية فتح بيت المقدس، ثم جاء الفتح إلى فلسطين عبر السهل الساحلي لمدينة غزة. فكانت رحلة المسجد العمري تبدأ من الانتقال من محطة الديانة النصرانية إلى محطة الديانة الإسلامية في فلسطين. فكان هذا المسجد بفضل من الله تبارك وتعالى عامرا إلى يومنا هذا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
حي الصلاة. هناك ميزة خاصة لهذا المسجد، وأنا يعني على مدار 12 عاماً عندما يقترب شهر رمضان المبارك وتبدأ الليلة الأولى لشهر رمضان نرى ألوفاً مؤلفة تأم هذا المسجد من كل بقاع قطاع غزة. والله لو قلت لك أنني عندما أصلي أول ليلة من رمضان أشاهد الناس من منطقة دير البلح، من الجنوب، من منطقة خان يونس، من المناطق يأتون إلينا لكي يؤدوا صلاة القيام والتراويح، فعندما أبادر بالسؤال إليهم ما الذي يأتي بكم من أماكن بعيدة، قال إننا نجد الطمأنينة والروحانية وكأننا ندخل على المدينة المنورة أو على الكعبة المشرفة. هذا المسجد له رهبة وله مكانة في قلوب الناس. عندما تذكر المسجد العمري أنت تذكر العراقة، تذكر المكان الذي يعني ليس موقع من مواقع وأرض المسجد إلا ووطئت أقدامه عالم وسجد عليه وركع لله سبحانه وتعالى. كما تعلم أن هذا المسجد المبارك يعني عاشر كثيرا من الأحداث المتلاحقة على مدار 3 حروب متتالية، شهدت يعني كما تعلم الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014 كانت حرباً شرسة على الشعب الفلسطيني، فقد كان هذا المسجد المبارك يحوي بين جنباته أكثر من 1500 مشرد من قطاع غزة، فكانت لهم الرعاية وكان لهم حسن الاختيار لهذا الموقع التاريخي العظيم المسجد العمري. طبعا في الانتفاضة الأولى وحتى الآن أيضا معظم شهداء قطاع غزة وغزة بالتحديد يصلى عليهم في هذا المسجد لكبر هذا المسجد وقدمه. نحن على فكرة بنسميه في مدينة غزة، أو أنا أطلقت عليه يعني من جديد الأقصى الصغير لأنه أشبه بالمسجد الأقصى المبارك، وعند قدوم الناس لهذا المسجد خصوصا يوم الجمعة يعتبروا أو كأنهم آتون إلى المسجد الأقصى. المسجد العمري الكبير له خصوصية خاصة كما تحدثنا في المناسبات في شهر رمضان، يمتلئ هذا المسجد بالمصلين والمعتكفين والوافدين من خارج مدينة غزة من الجنوب والشمال ومن شرقها إلى غربها حتى يحضروا فيه الصلوات وصلاة القيام وحضور مجالس العلم والاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان وصلاة التراويح إلى العديد من الندوات التي تعقد فيه، لأنه يمتلك طبيعة خاصة تختلف عن المساجد الأخرى. كما تعلمون أنه يعني لا يفوتني أن أقول لكم أنه المسجد العمري يعني بجواره قبر آسيا بنت الإمام الشافعي، فكان الإمام الشافعي الذي وطئت أقدامه هذا المسجد المبارك، حيث ولد الإمام الشافعي بجوار المسجد العمري وبيته موجود إلى الآن. طبعا زار هذا المكان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وولدته أمه في هذا البيت الصغير الذي يوجد بجوار المسجد العمري، حيث انتقل الإمام الشافعي إلى مصر ثم إلى بلاد الحرمين للتعلم، وتوفي طبعا هناك في مصر، وبقي بيت الإمام الشافعي
الذي يدفن فيه آسيا ابنة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنها بجوار المسجد العمر الكبير. أم حسبتم وما كان